ومعنا من الجليل الأعلى مراسلة العربي كريستين ريناوي. كريستين، إذا صافرات الإنذار ضوت في المالكية عند الحدود مع لبنان، أيضا وسائل الإعلام الإسرائيلية تناقلت أن الجيش عرض خطط لحرب محدودة المدة في جنوب لبنان. كيف تقيمين الأوضاع الميدانية الآن وآخر التصريحات الإسرائيلية في هذا السياق؟ هنادي، عملية المالكية كانت بعد منتصف الليلة الماضية دوت صفارات الإنذار وأطلقت 10 قذائف صاروخية وسقطت في مناطق مفتوحة وفق ما أوردت صحيفة يضعوت أحرنوت. أيضا في الساعة الأخيرة دوت في مناطق واسعة بإصبع الجليل والجليل الأعلى، لكن بحسب الجيش الإسرائيلي بأن الرصد كان خاطئا، وهذا على ما يبدو بأنه خطأ يتكرر لدى الجيش. يوم أمس كان هنالك إطلاق لصواريخ اعتراضية في صفد أدت إلى إصابة جندي واندلاع حرائق، وتبين بأن الصواريخ أطلقت باتجاه هدف بعد رصده الخاطئ وتشخيصه الخاطئ. الجيش الإسرائيلي أيضا هذا اليوم أعلن بأنه خلال ساعات الليل هاجم منصتي إطلاق صواريخ وأيضا مباني عسكرية في 5 مناطق بجنوب لبنان، من بينها العديسة، عيت الشعب، حولة، زبقين وغيرها في الجنوب اللبناني. على مستوى الخطط التي أوردتها صحيفة أرتس، هي أولا أعدت تقريرا مفسرا للتحذير من أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية لا تعرف تبعات حرب محتملة مع لبنان، بأن هنالك ضغط إعلامي، هنالك تصريحات من قبل المسؤولين السياسيين يطالبون بشن حرب واسعة على لبنان، ذلك في أعقاب أيضا المشاهد التي وصفت إسرائيليا بأنها صعبة، اندلاع وانتشار للحرائق في أنحاء الجليل الأعلى. رأينا الكثير من التصريحات التحريضية. تقريرها آرتس وقال إن الجيش متخوف من أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية لا تعرف تبعات هذه الحرب المحتملة، وأنها لن تؤثر فقط على شمالي إسرائيل وإنما على الوسط، سوف تطلق آلاف الصواريخ بشكل يومي على وسط وشمال إسرائيل، سوف يكون هنالك ثمنا لم تعرفه إسرائيل من قبل. أجمع المحللون والمراسلون العسكريون تحديدا في صحيفة آرتس لتسليط الضوء على هذه النقطة، أن الحرب على لبنان سوف تكون بثمن. في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي لاحتمال أن يطلب منه من قبل المستوى السياسي لعرض خطط حول حرب محتملة مع لبنان، أوردت الصحيفة نقلا عن مصادر بأن الجيش عرض خططا محدودة المدة وفي جنوبي لبنان فقط، وأنه أيضا عرض خططا لحرب واسعة وشاملة، لكنه قدر بأن الحرب الواسعة والشاملة سوف تؤدي إلى دخول أطراف أخرى على الخط، من بينها إيران، من بينها جماعة الحوثي في اليمن، من بينها جماعات مسلحة في سوريا. بالتالي ما أرادت صحيفة آرتس أن تقوله بأن نعم، على الرغم من الضغط الإعلامي والتصريحات التحريضية، لكن هنالك ثمن لهذه الحرب. آخر التصريحات السياسية كانت لبتسلائيل سموتريتش، الذي في مقابلة مع إذاعة هيئة البث الرسمية قال إن قادة الجيش الإسرائيلي لا يريدون خوض حرب في الشمال، وهذا واقع الحال. هذا التصريح من ضمن عدة تصريحات أطلقها، ومن بينها أيضا انتقاده لصفقة تبادل الأسرى، هو يصفها بأنها صفقة غير شرعية وسيئة. يوم أمس شهدنا وصول أكثر من مسؤول إلى الشمال، من بينهم رئيس الأركان هيرتسي هليفي، الذي قال إن إسرائيل تقترب من النقطة التي يتوجب عليها اتخاذ القرار، وأن الجيش جاهز ومستعد للهجوم، الانتقال من الدفاع للهجوم، لأن إسرائيل تزعم بأنها بدأت هذه الجبهة بأنها ترد على مصادر النيران وتعتمد استراتيجية الدفاع، لكن الآن هي مستعدة للهجوم. ورأينا الكثير من التصريحات، من بينها لبن غفير وزير الأمن القومي المتطرف يطالب بشن حرب على لبنان، بني جانس الذي طالب باجتماع كابينة الحرب يوم أمس، وهو انتهى الاجتماع عند الساعات منتصف الليل، لم يخرج عنه شيء ملموس، لكن الاجتماع التأم لبحث التصعيد على جبهة الشمال. هنادي، شكرا لك. من الجليل الأعلى مراسلة العربي كريستين ريناوي.